فلا يعني، لكن انا ما بفضلش ان الناس تقارن ما بين ما تحبش الجيلين. المقارنة. ما بحبش، لان ده مر بظروف معينه وده مر بظروف معينه. احنا وقتنا كان برضو الفرق تطورت بشكل كبير صح جدا في صح افريقيا، حصل. وحتى في الدوري بشكل كبير جدا تطوروا تكتيكيا، والامور كانت في تطور كبير يعني. دايما الجيل عندكم بيرمز ليه بمحمد ابو تريكه. طبعا ابو تريكه وائل جمعه بركات وكلكم، لكن دايما ابو تريكه يمكن كان الاكثر نجوميه، كان الاكثر شعبيه يعني. هل تشعر انه خد من نجوميه ناس كثيره كانت موجوده معاه في نفس الجيل؟ طبعا يعني، يعني بركات كان برضو كان حاجة عظيمة جدا يعني. نعم، كابتن أبو تريكة طبعا يعني حاجة، طبعا حاجة جميلة طبعا. حاجة جميلة. لكن في ناس تانية برضو في جيله اتظلموا كأسماء. هو كان نجمه نور سطع. نور. نور كده عشان جامد المنتخب كمان. عشان المنتخب يعني، 3 بطولات برضو، او هو خد بطولتين من الثلاثة. انت خدت كام؟ انت خدت بطولات ايه مع المنتخب؟ لا ما خدتش كاس بطولات مع التاهل المنتخب. لكاس العالم. تأهل كأس عالم، ولعبنا لعبت بطولتين أفريقيا نعم، ووصلنا نهائي، وما ما حصلش حصلش نصيب. نصيب. وبرضو في تصفيات كأس العالم اللي هي بتاعت ماتش السنغال، نعم، وفي الآخر خسرنا ضربات جزاء هناك في ضربات كنت السنغال. موجود معاهم هناك. كنت موجود. لعبت. بس هو ابو تريكه هو الاكثر نجوميه، لكن بتقول ان في لعيبه. في طبعا يعني، في بركات يعني في جيله، و وائل جمعة يعني، وسيد معوض طبعا مع حفظ الألقاب طبعا، طبعا كلهم كلهم كباتن طبعا. كبار يعني. نعم، محمد شوقي، شوف محمد شوقي من الناس طبعا الهايدين. جدا. وطبعا يعني حسام عاشور من الناس اللي وقتها ما كانش واخد حقه جامد طبعا جدا، في طبعا لأن النجومية بتاعت الناس التانية كانت كانت طاغية طاغية. جاز